وهذا حفظك الله يقول نريد سؤال فضيلتكم، وقصدنا بذلك طلب العلم وبيان الحق، وهو أن الشوكاني رحمه الله إذا جوز الشرك فإنه يعذر ويعتذر له، وغيره إذا قال ذلك. من قال أن الشوكاني جوز الشرك والعياذ بالله؟ هل كلام هذا؟ نسأل الله العافية. الشوكاني جوز الشرك؟ الشوكاني ينكر الشرك، من يقول أنه يجوز الشرك؟ نسأل الله العافية. نعم، اترك السؤال هذا، هذا سؤال من عدو، ما هو من محب للعلم والعلماء، سؤال من عدو. نعم.